بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله عم نواله كل كائناته سبحانه وتعالى. ربنا اجعلنا نحمل رايات الإسلام ببركاتك وتأييدك وكلامك العزيز، وقد وعدت بنصرنا فلا نشك في وعدك يا ربنا ولا عهدك، عهدك لنا ثابت لا نشك فيه أبدا. آمين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارضه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كما كان حفيده محمد عليه الصلاة والسلام الذي وعد به بوحي من الرحمن، سواء كان قرآن أو حديث قدسية أو حديث صحيحة أو إشارات أو صمت أو احمر الوجه عند الغضب، هكذا الكل كان صادق فيه، لأنه لا يكون إلا أمين في كل صغيرة وكبيرة ما لا تكون من كرام الله له. فنحن نقدره حق قدره، فهو رسول الإسلام وهو سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعود إن شاء الله تعالى.